لما بتفكر في كل اللي حصل ده ليك، ايه اللي انت بتبقى عايز تقوله لحسام البدري؟ لا خالص، انا كابتن، انا بس والله عشان الناس تفهم انا بتكلم ليه. انا ما كنتش بلعب، لكن كابتن حسام ليه كل الحق انه يلعبني او ما يلعبنيش، ليه كل الحق ان هو ياخد القرار. لكن اللي زعلني منه، انا اعرفه من سنين طويله جدا، واللي زعلني منه ان انا قلت له اديني فرصه، ما قلتلوش حاجه تانية يعني، قلت له اديني فرصه وهو ما ادانيش الفرصه. واللي زعلني منه اكتر ان هو كان بيحاول يتلكك لي ان انا اعمل مشكله عشان يطلع شكلي وحش، وانا كنت متجنب ده تمام وكنت فاهم اللي في دماغه، فعشان كده ما كنتش بعمل ده يعني. يعني كنت قاري هو عايز يوصلني لايه، فعشان كده كنت متجنبه تماما. ما كان معايا الحمد لله ما حصلش مني مشاكل، او لو حتى مشاكل حصلت فهي صغيره جدا 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 لا تذكر يعني، لكن كانت بتكبر علشان انا اللي موجود فيها يعني، مع اني كان في حاجات كتيره اكبر من كده مليون مره، وكانت بتعدي وما حدش بيسمع عنها حاجه خالص يعني، عشان هو اللعيب هيكون موجود في الملعب.